السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الاسم كوثر برويش، المديرة الإقليمية لقطاع الشباب والرياضة بإقليم اليوسفية. اليوم إن شاء الله احنا كان في لقاء تواصلي أول مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بإقليم اليوسفية لتدارس مختلف نقاط ومحاور مشروع وبرنامج مسلك رياضة ودراسة. مسلك رياضة ودراسة هو برنامج اللي توضع في إطار اتفاقية شراكة إطار موقع أمام أنظار صاحب الجلالة 17 شتنبر 2018 بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الشباب والرياضة. هذه الاتفاقية شراكة الهدف ديالها هو استقبال واحتضان الرياضيين الشباب اللي كيمشيو يمارسوا الرياضة ديالهم وكينقطعوا على الدراسة. دونك هنا كاين تغلب باش يوافقوا ما بين الدراسة ديالهم والرياضة ويخرجوا عن يكون واحد الاستمرارية في التكوين والتوافق ما بين الرياضة والدراسة ديالهم وما يكونش الهدر المدرسي. دونك هذا هو التوجه ديال الوزارة واللي تبعتوا دابا لهذا لا بروجيكسيون اللي داروا اللي قامت بتحضيرها المصالح ديال التربية الوطنية، فهو ملخص كيشرح مزيان شنو هو التوجه ديال الوزارة في هذا المسلك هذا. الاسم هشام روحة، مفتش تربوي للتعليم الثانوي والتأهيلي بالمديرية الإقليمية اليوسفية. إذا هذا اللقاء الأولي التواصلي والتنسيقي مع وزارة الشباب الثقافة والشباب والرياضة يندرج في إطار تفعيل الاتفاقية ديال الشراكة بين وزارة التربية الوطنية التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة والشبيبة والرياضة من أجل إحداث مسلك ديال الرياضة ودراسة بإقليم اليوسفية. إذا هذا اللقاء الأول هو يأتي كمرحلة أولى في إطار واحد المجموعة ديال الخطوات المنهجية لازم اتباعها من أجل تجويد هذا المسار ومن أجل تنزيل الشراكة كما سبق وأن أشرت إلى ذلك. أستاذ عبد المجيد الدياي كمنسق إقليمي بمسارات دراسة ورياضة، الآن في أول لقاء تنسيقي مع مديرية الثقافة والشباب والرياضة في إطار التوضيح والتواصل والتنسيق في لتنزيل وتفعيل هذا المسار بإقليم اليوسفية. وبالتالي هذا اللقاء اللي تم وتوج مجموعه ديال التوصيات اللي غادي تشكل نواه ديال انطلاقه ديال التعريف وارساء هذا المشروع داخل الاقليم اللي هو دراسه ورياضه اللي غادي ينطلق في الموسم القادم 2020 2021. التنزيل ديالهم بالنسبه للانديه كيفاش غتعاملوا معاهم؟ غادي يكون لقاء تواصلي مع جميع الانديه والجمعيات الرياضيه داخل الاقليم اللي غيتعرفوا على عن قرب على هذا المسار ويعرف ان الطريقه ديال الولوج ديال هذا المسار والشروط ديال الولوج ديالو خاصه جميع الرياضات بدون استثناء جميع الرياضات الفرديه والجماعيه. وبالتالي غادي نبداو الموسم الجاي في السلك الاعدادي اللي غادي يكون المناصب هي 60 تلميذ وتلميذه، وغادي نحاولوا نوفروا لهم الظروف في الموسم الجاي. هذا اللقاء ضروري خصو يكون ما بين الجمعيات، غادي نعملوا عليه وغادي يكون في التنسيق مع الشباب والرياضه اللي غادي نحددوا ليه وقت في اقرب العاجل.